خالد الشيباني، طبعا فريق دعمك يقول لك فتح لك قناتك في اليوتيوب اللي كنت تتمناها، فتحوا لك قناتك في اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله، بدا ينزلون فيها مقاطع لك من زد رصيدك والحاجات الحلوه اللي يقولون كثر حاجات. والله انا سعدتني صراحه، لانه انا يمكن سالني محمد العمره قبل فتره، كنا في الرياليتي وسالني في شيء يعني انت شايل همه وتبغى، يعني لاني انا دخلت البرنامج ولا ركزت على قناه اليوتيوب، واليوتيوب يعني المفروض الانسان اللي يبغى يعني يستمر في مجاله الاعلامي يركز على قناه اليوتيوب. طيب هنا في سؤال يقول احصائيات مقاطع اليوتيوب طلعت المركز الاخير انا بالنسبه لعدد المقاطع، وش كانت رده فعلك وش سبب؟ لا كان في اشخاص بعدي، لكن انا بالمقصد بالاشخاص اللي كانوا موجودين في البرنامج. انا بالنسبه لي يعني هذا وجهه نظر يعني خاصه بخالد، انه ما هي مقياس، يمكن انا وجهه نظر اني اهتم بالكيف وليس بالكم، يعني وش الشيء اللي اقدمه وش الشيء اللي انزله وليس بالعدد والكثره، يعني هي وجهه نظر خالد، هذه شيء خاص يعني فيني. يقول الجمهور قليل ما يشوفك انك تضحك او سعيد بجلسات او حتى تناقش، ردة فعلك لما خرج كانت صدمة من هو؟ سعيد. اي والله سعيد صراحة ضايقت مرة، لأن سعيد من الأشخاص اللي مرة كان قريب لي في بداية البرنامج زد رصيدك، أول تقريبا أسبوع، تعرف أول أسبوع ما أنت عارف أنت إيش عليه أو إيش تبغى تسوي، فأحيانا يعني يصير عندك مثلا زي ما تقول نزول مستوى، أو يعني بالعربي ما تكون مركز. من الأشخاص اللي صراحة وقف جنبي ودعمني أخوي سعيد القحطاني، وبعد كان بالليل أجينا ننام هو يفضفض لي وأنا أفضفض له، يقول أنا مشتاق لولدي تميم وأنا كذا، وكل واحد يفضفض للثاني. جميل. طيب في سؤال هنا يقول